اقرأ وارتقي بالقرآن، واملأ قلبك بالإيمان، ردد آيات ومعاني، وانهل من نور الرحمن. اقرأ وارتقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد مرحبا بكم أعزائي مشاهدي تلفزيون جيم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اقرأ وارتقي، والذي نهدف من خلاله للرقي بمستوى قراءة القرآن الكريم لدى أنفسنا ولديكم أنتم أيضا أصدقائنا الناشئة في كل مكان. ورحب بكم أنتم أولا ضيوفنا الدائمون، كما أرحب بالشباب الذين هم معي اليوم في الاستوديو، معي يوسف الجبوري، حياك الله يوسف. الله يحييك. معنا أيضا آسى صالح، حياك الله يا آسى. الله يحييك. معنا أيضا إبراهيم عادل، حياك الله إبراهيم. الله يحييك. حياكم الله شباب، حياكم الله أنتم أيضا أصدقائنا في كل مكان. أذكركم بقنوات التواصل معنا عبر الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي التي ستظهر على الشاشة. اليوم سنخرج عن المألوف ونترك للشباب حرية الاختيار من أي موضوع من مواضع القرآن يحبون يقرؤون منه نسمع، كما تركنا المجال يعني في حلقة سابقة لإخوانهم، وسأقرأ أنا إن شاء الله من موضوع مختلف أيضا هكذا منتقى يعني بكيف ما اتفق. وقبل أن ندخل في مقرر اليوم أو في قراءة اليوم، أود أن أتحدث بحديث جميل جدا أخبرنا به أو أخبرنا عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يثبت شجاعة النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني مثل الحاكم، يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام الناس يرجعون إليه في كل شيء، وهو الذي يقود الدولة ويقود الجيش ويعلم الناس، فكان هو الحاكم الأمير. ولذلك الذي حكم بعده اللي هو أبو بكر رضي الله عنه إيش سموه؟ خليفة رسول الله، خليفة رسول الله. واللي جاء بعده اللي هو عمر رضي الله عنه ما سموه خليفة خليفة رسول الله، صار الاسم إيش؟ طويل، فاختصروا وقالوا أمير إيش؟ أمير المؤمنين. يروي لنا الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح أن أنس رضي الله عنه على ما أذكر الآن يحدث أن قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس. كان النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس، ولقد فزع أهل المدينة يوما، يعني صار صوت ففزع أهل المدينة. قال فخرجوا من بيوتهم إلى ناحية الصوت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبل عليهم على فرس لأبي طلحة وهو يقول لن تراعوا لن تراعوا. إيش معنى هذا الحديث؟ هذه قصة ملخصها أصدقائي أن الناس في المدينة، أو يعني شرحها مش ملخصها، شرحها أن الناس في المدينة كانوا يوم في أمن وأمان وسلام، فجأة والناس في بيوتهم سمعوا إيش؟ صوت جلبة، جلبة يعني صوت عظيم ما يدرون إيش هو، هو زلزال، هو جيش عدو يعني ما يدرون إيش. فخرجوا فزعين يعني بيشوفون إيش هذا الموضوع. فلما جاءوا ناحية إيش الصوت، وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم جاي من ناحية الصوت على فرس لأبي طلحة وهو يقول لن تراعوا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أول ما سمع الصوت على طول راح وين يشوف إيش هذا الصوت إيش، قبل ما يروح مع أحد، وما كان معها أحد أصلا يعني راح الحالة. فهذا يدلنا على إيش؟ يدلنا على شجاعته صلى الله عليه وسلم، كيف أنه سمع صوت وما يدري يمكن كان هذا عدو وجيش، ومع ذلك خرج بسيفه وعلى فرس لأبي طلحة ومو فرسه وراح. المضحك أن الفرس هذا فرس أبي طلحة أو كان الناس يتندرون به ويضحكون عليه ويجعلون مثل أنه إيش الحصان البطيء أو الفرس اللي ما تركض ما فيها قوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا وجدناه بحرا، يعني وجدنا هذا الفرس أو هذا الحصان كالبحر سريع مثل الموج. وطبعا هذا أصلحه الله لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. صحيح لما كانت يتحدثون فيه كان فعلا هذا إيش هذا الحصان هذا حاله بطيء، هم يضحكون من فرس أبي طلحة، ولكن لما ركب النبي صلى الله عليه وسلم سخر الله لنبيه هذا الفرس فأصبح إيش سريع كالبحر، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق الناس كلهم وذهب إلى المكان ورجع والناس لحين ما وصلوا من شدة سرعة إيش
هذا الحصان. هذا يدل لنا على قضية إيش؟ شجاعة. قضية الشجاعة. وأيضا في حديث أنس أو في حديث ابن عباس في حديث آخر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان كما ذكرنا سابقا. عموما هذه فقط قصة سريعة أنا سأقرأ إن شاء الله ما تيسر الآن، وأترك المجال لأصدقائنا يقرؤون، نستمع أيضا من الشباب. سأقرأ من سورة غافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. سنقف إن شاء الله أصدقائي عند هذا القدر. من جاهز يا شباب يقرأ؟ ها يلا إبراهيم، من أي سورة بتقرأ أول شيء؟ توبة. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. أحسنت يا إبراهيم، بارك الله فيك، نكتفي إن شاء الله بهذا. سورة التوبة أول شيء لاحظنا أن إبراهيم ما قال إيش؟ بسم الله. لأن في هذه السورة من السنة أنك ما تقول بسم الله، لأن براءة ما الله سبحانه وتعالى أعلن في هذه السورة وسماها النبي صلى الله عليه وسلم سورة براءة أو البراءة من مين؟ من المشركين والمنافقين. فما يصير أن الله نقول الرحمن الرحيم وبعدين براءة من الله، لأن البراءة عقوبة، صح ولا لا؟ لما الله سبحانه وتعالى يعني يبرأ من عباده هؤلاء ومن رحمتهم ومن كذا ويعذبهم، فإذن هو إيش؟ يعذبهم. فما ينبغي أن يكون الرحمة عقوبها شيء من العذاب، لا، ممكن يعذب الإنسان وبعد ذلك إيش؟ يرحم، بس مش العكس. إذا الله سبحانه وتعالى رحم الإنسان خلاص، فإذا هو بعد رحمة الله له إيش؟ لا يعذب. بعد رحمة الله وعفو ومغفرته لا يعذب، لكن قد يعذب الإنسان ثم بعد ذلك إيش؟ يرحم ويعفى عنه ويغفر له. وقد يحصل الذي هو خير من ذلك وأعظم من ذلك، أن الله يرحم ويغفر بدون إيش؟ بدون عذاب. فنسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من هؤلاء. هذا الأمر من أسماء سورة التوبة براءة، وايضا سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالفاضحه، لانها فضحت ايش؟ المشركين. لا، فضحت المنافقين. المشرك احنا نعرف انه مشرك، لكن المنافق هذا ما يظهر لك انه منافق. ليش؟ يمثل عليك، يصلي معاك ويصوم معاك ويزكي معاك، لكنه من داخله يكفر بالله ورسوله.
نسأل الله العافية والسلامة. فسماها النبي صلى الله عليه وسلم الفاضحة اللي فضحت مين؟ المنافقين. لأنه قال ومن أهل المدينة مردوا على النفاق في آخر السورة، ذكر الله المنافقين بأكثر من وصف. يعني هذه السورة كانت سورة عن النفاق كاملة، المنافقين والنفاق وأفعالهم ومن هم يعني من أهل المدينة، شيء عجيب فضحهم الله سبحانه وتعالى، فلذلك سميت بالفاضحة. طيب نذكر برقم الهاتف ونأخذ مكالمة سارة من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا سارة؟ الحمد لله، كيفك أنت؟ الحمد لله. كم عمرك يا سارة؟ 13 سنة. ما شاء الله. من أي سورة استقرأين؟ سورة الملك. يلا بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك، بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، وجعلناها رجوما للشياطين، وأعتدنا لهم عذاب السعير. حسبك يا سارة، أحسنتي، بارك الله فيكي. قيم إن شاء الله تسمعين نصيحة يا سيرة، وأنت ما شاء الله متميزة. عبد الله من الإمارات، السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا عبد الله؟ الحمد لله. كم عمرك يا عبد الله؟ 11 سنة. ما شاء الله. من أي سورة استقرأ؟ من سورة القلم. يلا بسم الله تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون، بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فلا تطع المكذبين. حسبك، أحسنت يا عبد الله، بارك الله فيك. ابقى معي ان شاء الله تسمعين نصيحه يسيره، وانت ما شاء الله ممتاز. شادن من الامارات، السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شادن؟ الحمد لله. كم عمرك يا شادن؟ 10 سنين. ما شاء الله. من اي سوره استقرا؟ الحاقة. يلا بسم الله تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحق، ما الحق، وما أدراك ما الحق. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما
أحسنت يا شادن، بارك الله فيك، ابقى معي إن شاء الله تستمعي له نصيحة يسيرة. ما شاء الله بطل. محمد من الإمارات كذلك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا محمد؟ الحمد لله. كم عمرك؟ عمري 14 سنة. ما شاء الله. من أي سورة استقرأ؟ سأقرأ من سورة الروم. الروم، يلا بسم الله تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله، لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حسبك، أحسنت يا محمد، بارك الله فيك، قال إن شاء الله تسمعينا صحيح سيرة، وأنت ما شاء الله بطل. إبراهيم من الإمارات، آخر مكالمة قبل الفاصل الشباب. إبراهيم السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا إبراهيم؟ الحمد لله بخير. كم عمرك؟ 8 سنوات. ما شاء الله. من أي سورة استقرأ؟ النبأ. يلا بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. حسبك يا إبراهيم، بارك الله فيك، بارك الله فيكم أصدقائنا في كل مكان على تواصلكم معنا وقراءاتكم الجيدة والشيقة. صحح فقط يعني كم عدد من المكالمات قبل أن نخرج الفاصل. سارة من السعودية قرأت سورة الملك، جيدة جدا يا سارة، ما شاء الله متميزة والأحكام منضبطة والصوت جميل، لكن نحتاج أن إحنا يعني ما نميع في القراءة، بمعنى أني لا أقرأ أعوذ بالله من الشيء، صير طريقة أدائي للكلمات إيش؟ ضعيفة. لا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شو أنا قاعد أقرأ بنفس النغمة بس قراءة، يعني أقرأ قرآن يكون له ثقل وله طريقة أداء جيدة. ولا أنت ما شاء الله منضبطة في الأحكام وصوتك جميل. عبد الله من الإمارات، صوتك جميل يا عبد الله، جيد جدا، لكن انتبه المدود لا تمد مد طويل ولا ترعد. تفصيل التطويل والترعيد سنتي عليه إن شاء الله بعد الفاصل حتى يستفيد جميع أصدقائنا من هذه الملاحظات. أصدقائي فاصل ثم نعود إن شاء الله إليكم لإكمال ما تبقى معنا فقرات حلقة اليوم، فابقوا معنا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين من جديد في برنامجكم اقرأ وارتقي. احنا عدنا الى ما كان معنا من مكالمات قبل الفاصل والتصحيح ونحو ذلك. قلنا ان عبد الله قرأ سورة القلم، جيد يا عبد الله، لكن انتبه المدود لما اقول انا
يسطرون. يسطرون هذا مد يسمى مد إيش؟ عارض للسكون. شرحنا عارض للسكون يعني مد عارض لي يعني بسبب السكون. احنا طبعا عندنا أسباب المد إيش قلنا؟ السكون أو الهمزة. المد أنا أقصد اللي يسمونه المد الفرعي. عندنا المد الأصلي اللي هو الطبيعي، قال، ها، سواء، أو مثلا مهادة، خلاص. هذه كل من أنواع المد الأصلي اللي هو مد العوض ومد المد الطبيعي في الحروف الطبيعية ونحو ذلك. لكن عندنا ومد وصلة الهاء، سأصليه، أو مثلا إنه كان غفارا، أو إنه كان غفورا رحيما، خلاص. إنه كان غفارا، إنه، هاي مد الصلة من المدود الأصلية في لا فيه هذه بعدين هاي فيها هذه رواية ما هي من المدود الأصلية، لكن أنا أقصد لأن هي أصلا الأصل فيها القاعدة فيهم هنا، لكن هاي عند كل القراء إلا عند حفص فيه مهانة، ومن وافق حفص مثل ابن كثير ونحو ذلك. لكن أنا أقصد أن هذه رواية، أنا أقصد بشكل عام في الصلة الهاء الأخرى، مثلا إنه كان غفارا، خلاص، قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، هذه مد صلة، هذه المدود الأصلية. المد الفرعي يكون له سببين، إما همزة أو سكون. هنا لما أنا قلت نون والقلم وما يسطرون، هي أصلا وما يسطرون، صح؟ لكن لما وقفت عليها، وقفت عليها بإيش؟ بالسكون. فصار عندي مد عارض. المد هنا ليس العارض بمعنى ضد الأصلي أو الذي الواجب الأصلي، خلينا نقول هذا مد ليس بأصلي، مد عارض، جاءنا عرضا. شنو السبب أن جاءنا المد؟ أن فيه سكون، والسكون هذا عارض. طيب السكون هذا العارض للسكون له ثلاثة طرق، إما أن نقول وما يسطرون حركتين، أو أربع وما يسطرون، أو ست وما يسطرون، بس ما زيد على إيش؟ على ست حركات. لكن ما أجي عشان النغم وأبغي أنا ألحن فأقول وما يسطرون مثلا، أول شيء لعبت في المد، وثاني شيء إيش؟ طولت كثيرا. الترعيد أو القراءة بهذه، يعني هذه مسألة قد تكون يعني وإن كانت من الأشياء اللي يذمونها أهل الفن، لكن بعضهم يجوزها لا بأس إذا لم تخالف القاعدة اللي هي المد. لكن أني أنا أمد مد طويل عشان أنا أبغي أنغم، هذا أيضا خطأ غير مقبول يا عبد الله، وأنت ما شاء الله جميل. قال الله سبحانه وتعالى بأيكم المفتون، إيش قبلها؟ إن ربك أعلى. لا هذه اللي بعدها، بأيكم المفتون إن ربك أعلى، اللي بعدها، اللي قبلها إيش؟ الآية اللي قبلها. طيب بأيكم المفتون إيش المقصود فيها؟ يلا حاولوا يعني تطلعوا مين؟ يلا إيش معناها؟ من الذي فتن؟ ما يصير، لازم إحنا نفهم اللي نقرأ. يلا إيش معنى بأيكم المفتون؟ أي سورة؟ في سورة القلم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. المشركين لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم، من الأشياء التهم اللي اتهموها فيه أنه كان يقول الكلام كالسحر الذي يفرق ويفتن ما بين الأخ وأخ أخيه، والأخ وأخته، والزوج وزوجته. فالله يقول ستعلمون، تبصر ويبصرون بعدين، من المبتلى بمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي بهؤلاء أصلا اللي ما صدقوه وآذوه، وكأن الله يسليه بأيكم المفتون. بكرة إن شاء الله تعرفون من الصادق ومن الكاذب، ومن المبتلى ومن اللي الله سبحانه وتعالى رحمه يعني بإعطائه الفرص، أو من اللي الله سبحانه وتعالى رحمه من الطرف الآخر بالمغفرة ورفعت الدرجة ونحو ذلك. دائما احرص أنك وانت تقرأ إيش تحاول تفهم. طيب شاد من الإمارات، جيد يا شاد، لكن انتبه، نخل خاوية، عندي إظهار، نخل خاوية مش نخل خاوية. محمد من الإمارات، متميز يا محمد، جيد جدا، لكن انتبه إلى مسألة ثانية، مسألة الإخفاء إن شاء الله سأتي عليها، اللي هو كيفية أداء الإخفاء. آخر مكالمة كانت إبراهيم، سورة النبأ، هم فيه يا إبراهيم، جيد، الذي
هم فيه مش هم فيه، انتبه يا إبراهيم، هم فيه إظهار. بارك الله فيكم. آية من المغرب، السلام عليكم يا آية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا آية؟ خير. كم عمرك يا آية؟ 10 سنوات. ما شاء الله. من أي سورة استقرأين؟ سورة الناجعات. يلا بسم الله تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناصفات نصفا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. يا آية، آية السلام عليكم، تسمعيني يا آية؟ وين تتعلمين القرآن يا آية؟ هاي آية؟ في البيت؟ هذا صح ولا خطأ؟ هذا الفعل صحيح ولا فعل خاطئ؟ هاي آية؟ لا، فعل خاطئ أن يتعلم الإنسان القرآن في البيت، لأن أهل البيت إذا ما كانوا من أهل القرآن وما كانوا مشايخ وما كانوا قرأوا القرآن على الشيوخ فلن تستطيعي التعلم الصحيح. أنت عندك أخطاء كثيرة في القراءة يا آية، أنا أريد أن تذهبي إلى أقرب كتاب تتعلمين فيه القرآن أو معهد لتعليم القرآن وتصحي القراءة، لأن عندك أخطاء كثيرة وأخطاء غير مقبولة، وأنت ما شاء الله من المتميزات وذكية وما زال أمامك عمر، فلا بد أن تذهبي إلى شيوخ تتعلمين قراءة القرآن الكريم من الشيوخ. اتفقنا يا آية؟ بارك الله فيك. حارث من فلسطين، السلام عليكم. حارث السلام عليكم. يا حارث. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا حارث؟ الحمد لله. كم عمرك؟ 9 سنين. ما شاء الله. من أي سورة استقرأ؟ البقرة. البقرة. يلا بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أحسنت يا حارث بارك الله فيك. بقي معي إن شاء الله تستمعين نصيحة يسيرة وأنت ما شاء الله بطل. معنا مكالمة شباب. ريهام من عمان، السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا ريهام؟ بخير والحمد لله. كم عمرك يا ريهام؟ 13. ما شاء الله. من أي سورة استقرأين؟ الملك. يلا بسم الله تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. حسبك يا ريهام. أحسنتي بارك الله فيك. بقي معي إن شاء الله تسمعين نصيحة يسيرة وأنت ما شاء الله جيدة. نور من الكويت، السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا نور؟ الحمد لله. كم عمرك يا نور؟ 12 سنة. ما شاء الله. من أي سورة استقرأين؟ سورة القمر. يلا بسم الله تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير. حسبك يا نور، أحسنتي ما شاء الله متميزة يا نور. قيم عشرة سمعين نصيحة يسيرة وأنت من الأبطال. عدنا من الأردن، سلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ، والله بحبك في الله كل عام وانتم بخير. جزاك الله خير، بارك الله فيك يا عدنان، وانا كذلك احبك في الله، انتم جميع اصدقائنا اهل القران. كم عمرك يا عدنان؟ 7 أعوام. ما شاء الله، من اي سوره استقرا؟ الفجر. يلا بسم الله تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. حسبك يا عدنان، أحسنت. حسبك، أحسنت يا عدنان، بارك الله فيك، ممتاز. أبقى معي عشان تسمعي نصيحة يسيرة. وعندي كذلك آخر مكالمة اليوم، روان من الأردن. السلام عليكم يا روان. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا روان؟ كل عام وانت بخير. وانت بخير. كل عام وانت بخير. وانت بخير يا روان، كيف حالك؟ الحمد لله. كم عمرك يا روان؟ والله أحبك بالسر وبالله. جزاك الله خير يا روان، أنا إن شاء الله بعد مثل ما قلت. الله خير يا روان. وإياكم وإياكم، الله يبارك فيكم. كم عمرك يا روان؟ 9. اسمي رواند. رواند، طيب يلا الشباب قالوا لي روان. طيب يا روان، كم من أي سورة تقرأين؟ المرسلات. المرسلات، يلا بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أرسلت لأي يوم أجلت
ليوم الفصل. حسبك يا روند أحسنتي. ما أدراك ما يوم الفصل. حسبك يا روند أحسنتي. يكفي يا شباب ما تسمعني روند. بارك الله فيكم يا أصدقائنا في كل مكان، وما شاء الله اليوم قراءة أصدقائنا كلهم جيدة وحسنة ومتقنة ما شاء الله، والملاحظات يعني بسيطة أو يسيرة عفوا، وترتقي بالأداء وتنبه بعض أصدقائنا على بعض الأشياء التي يغفلون عنها. حارث من فلسطين ممتاز يا حارث، قرأ سورة البقرة، لكن انتبه يا حارث، والذين يؤمنون بما أنزل، صح؟ بما أنزل، طبعا أنا عندي بما مرققة، بما أنزل لكن غير ممالة، فلا أقول بما أنزل، يعني أنا أرقق لدرجة أني أميل الحرف، فبدل ما يكون آ يكون إي، بما ما ينبغي. انتبه يا حارث وانت ما شاء الله متميز. طيب ريهام من عمان، يا ريهام ما شاء الله أنت جيدة، مخارج الحروف سليمة ما شاء الله 100%، يعني جميلة جدا، المخارج متميزة ومنضبطة، نحتاج فقط نتدرب على الأحكام، التجويد، الغنان، الإخفاءات، الأشياء هذه تأتين بها أحيانا تنسينها، مثلا السماء، الدنيا بمصابيحها، خلاص، فننتبه هذه، ننتبه إلى المدود، الغنان، الأحكام، لكن كمخارج حروف كقراءة سليمة، نحتاج فقط تجميل يعني هذه القراءة بأحكام التجويد. نور من الكويت جيدة جدا، ما عندي ملاحظات على النور، كذلك عدنان متميز، روند من الأردن كذلك متميزة، لكن انتبهي إلى الراء يا روند، والمرسلاتي، خلاص، ولا أقول المر مر مر مرسلاتي، لا مر، انتبهي للراء وبين فيها صفة التكرير، أفخمها في مكان التفخيم، أحاول أني ألتزم وأنضبط فيها قدر المستطاع بالطريقة الصحيحة. بارك الله فيكم أصدقائنا في كل مكان. عندي يوسف وآسى ما قرأوا، بس مسمع من يوسف وبعدين برجع، عندي ملاحظة يسيرة بس في قضية القراءة وبعدها نختم بآسى. يلا يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل بين الهمزة، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. باخع، إيش باخع يعني؟ فلعلك باخع يعني تارك، يضرب نفسه يعني قاتل، يعني الباخع نفسك يعني قاتل نفسك، يعني بتموت على أنهم يؤمنون، ها؟ وهم لن يؤمنوا، الله سبحانه وتعالى يعني لا تقتل نفسك، أنت بلغ إن عليك إيش؟ إلا البلاغ، والله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الناس لا أن يقتل نفسه من أجل هدايتهم، لأن الهادي هو الله، قال إنك لا تهدي من أحببت. فإذا في ديننا الواجب أصدقائي هو النصيحة للناس بالحق والحكمة والموعظة الحسنة واللين في الخطاب، النصيحة، لكن هو يعمل بهذه النصيحة أو ما يعمل هذا مش مسؤوليتي. يعني أنت لو شفت مثلا صديقك في المدرسة أو زميلك في العمل أو جارك أو أخوك أو ابن عمك فعل شيء من الأخطاء، لا تقول والله أنا ما بنصحه، لن أنصح لأنه ما يسمع الكلام، لا، مش أنت غير مطالب بأنه يسمع الكلام، أنت مطالب بإيش؟ بالنصيحة. واضح؟ طيب إحنا قبل نختم إن شاء الله بآسى وبعد ذلك أمدعكم. يلا يا آسى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا
وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. حسبك أحسنت يا آسة، بارك الله فيك. بارك الله فيكم أصدقائنا في كل مكان، شكرا لكم على حسن تفاعلكم معنا في هذه الحلقة ومتابعتكم لنا، شكرا لكم يا شباب، والشكر موصول لطاقم العمل الذين هم معي وفي خلف يعني الكواليس. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نلقاكم إن شاء الله على خير، إلى أن نلقاكم استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للاستمتاع بالمزيد من برامج تلفزيون جيم الشيقة اشتركوا الآن.